واحنا بنتابع معاكم كده تفاصيل منتخب مصر. امبارح كان في هدف مهم جدا في الشوط الاول لمنتخب مصر، وهدف محمد النني كان هدف اعاد لينا الروح مره تانية في اللقاء. فمعنا على التليفون دلوقتي الحاج ناصر النني والد محمد النني. اهلا بحضرتك في قناه نادي الزمالك. حبيبي حبيبي، منورين نادي القناه والله. اتفضل. يعني مبروك امبارح اداء النني. بصراحه النني بقاله فتره مع منتخب مصر عمل اداء كويس جدا جدا، محافظ على مكانه، وامبارح هدف يرجع الاجواء مره تانية للجماهير المصريه ويرجعنا للقاء. فامبارح شفت الهدف ده ازاي؟ وشفت بقى الناس اللي كانت بتنتقد النني في كل اللقاء كان كويس او وحش بعد الهدف ده بيقولوا بقى كلام كويس، حسيت ايه بعد الهدف ده بعد اللقاء؟ يعني الحمد لله طبعا على الهدف طبعا، الواحد فرح جدا ان هو يرجع منتخب مصر الاول، مش الهدف لمحمد النني بس، يعني الهدف لمصر كلها، ان هو الهدف ده دخلنا في الماتش تاني طبعا ورجعنا طبعا المباراه. محمد النني من يعني بيعشق مصر، يعني انا مش بتكلم والله عشان ابني ولا حاجه، طبعا يعني بيجي جاي منتخب مصر بيبقى سعيد جدا فرحان ان هو هيلعب لمنتخب مصر، دي بلده. وطبعا لما بيبقى كويس هو كمان بيبقى سعيد بنفسه قوي، يعني بعد الماتش والله كان اسعد واحد بيكلمني، هو فرحان جدا، فرحان قوي ان هو نجيب جون ويقول لي احنا الحمد لله وصلنا، ممكن يعني قربنا من كاس العالم باذن الله. قلت له لا باذن الله نوصل باذن الله، يعني ان شاء الله نوصل. وقال بقى بالكلام كده مع محمد النني، هل مثلا قلت له يعني لو قابلته حد من المنتخبات في التصنيف الاول تحبوا تقابلوا مين، ولا الموضوع لسه ما وصلش المرحله دي؟ لا لسه ما وصلناش المرحله دي، بس انا باذن الله والله باذن الله، يعني احنا بنتمنى الاول طبعا نصنف تصنيف كويس بحيث نلعب فرقه مثلا اللي هو اقل المجموعه تصنيف الثانيه، مننا. اقل التصنيف يعني وكده. ف طب واحنا لو لو يعني لعبنا لو لا قدر الله استمرنا في التصنيف الثاني، تفضل كده اللاعب منتخب مين؟ يعني انا نفسي نلعب يعني افريقيا، يعني نبعد عن يعني شمال افريقيا خالص، يعني نبعد عن تونس او العرب، الجزائر يعني نبعد عن تونس العرب. والجزائر والمغرب. برافو عليك. هيكون لا فاضل نوصل نيجيريا والسنغال، تفضل مين فيهم مظبوط، اكتر بقى؟ النيجيريا باذن الله. نيجيريا. يعني طبعا بصراحة المنتخبات الخمسة أقوياء جدا، لكن مش عايزين ننسى جدا. قوة منتخبنا المصري. عندنا لا النني وعندنا صلاح وعندنا مرموش وعندنا مصطفى انا مش محمد عايز وغير اقول اللاعبين الكلام ده، المصريين لان المحليين كمان. انا مش عايز اقول الكلام ده، لان احنا اقوياء جدا، واحنا معانا يعني انت عندك منتخب عالم مش منتخب مصر بس، يعني عندك تريزيجيه لسه، وعندك وكوكا بره وحجازي يعني النهارده، ومرموش يعني النهارده في لعيبه كتير، ويعني لعيبه كمان مصطفى محمد، يعني لا في مجموعه كبيره جدا، والمنتخب ده هيبقى حاجه كبيره قوي بصراحه، يعني منتخب المدرب واللعيبه دي باذن الله حلمها توصل كأس العالم للمره الثانيه على التوالي، يبقى ده حلم كل طبعا الناس. حلم الناس كلها والله، وباذن الله نوصل والله باذن الله، الواحد متفائل خير يعني ان شاء باذن الله الله ان والله شاء الله نوصل بشكل جيد باذن الله جدا. يا ويعني رب. نورتنا وشرفتنا في قناه نادي الزمالك، ودايما كده محمد النني متالق مع منتخب مصر، متالق مع ارسنال، ويكون ليه بقى شغل اكتر من كده مع ارسنال كمان، بيشارك في بعض اللقاءات وبيشارك، بصراحه بيعمل شغل عالي جدا مع منتخب مصر. النني بقى له فتره كبيره صراحة بيعرف ينقل الكرة بشكل جيد، بيلعب بشكل جيد جدا في خط النص، بيكون ليه بعض الأدوار شفناها لو عبد الله سعيد خرج بيزيد شوية قدام، بيحرك الكرة لقدام أكتر. فنني من اللعيبة الجيدة جدا جدا. بعض الناس بتقول هو بيعمل إيه؟ بينقل الكرة من هنا لهنا، بينقل الكرة سهل. هو ده دوره يا جماعة، هو دوره ينقل الكرة من المكان الصعب لمكان أسهل، لمكان أبسط، يوصل الكرة من رجل لرجل من غير ميس باس، من غير ما تترد علينا بهجمة مرتدة. وبنشوفنا لما بيزيد النني بيقدر يشوط وبيسجل، من أسلحته الفتاكة الشوط، هو رجليه ما شاء الله مظبوطة على الجون، ما بيشوط كرة صريحة بتخش بشكل جيد. امبارح سجل هدف مش بقوة ولكن R2 كده زي ما بنقول، حطها حلوة جدا في المرمى، وأكتر من كرة على فكرة. الناس اللي اتفرجت على الماتش بشكل جيد بيزيد جوه ال 18، ممكن أي عرضية تكون سبب خطورة. شفت كمان فتوح أكتر من كرة كان ممكن يديها للنينيا، لكن اللي جاي أفضل إن شاء الله لمنتخبنا المصري.